والتعادل يا كابتن شريف اعتقد تعادل مقنع. تعادل مقنع طبعا بعد سير المباراه ككل. حقيقه مستر فييرا تخلى عن الحذر في الشوط الثاني وما كانش عنده اي حاجه يبكي عليها غير انه يدفع بشيكابالا وزيزو ناحيه اليمين اتجاه علي معلول. اعتقد ان علي معلول في حاجه في رجله مش سليم 100%. حمدي فتحي مش سليم 100% النهارده. حتى محمود متولي اللي نزل اعتقد انه ما اكتملش شفائه يعني. فانت عندك ظروف في منطقه نص الملعب. كان هاني قال لك لو كوكا كان موجود كان اعتقد انه اتفردت لاعب في وسط الملعب من الشباب يقدر يعوض لك لو حصل اي حاجه في نص الملعب. واتفقنا كلنا على الشكل ده. من اول دقيقتين او من اول ثلاثه حصل كره عرضيه لو تفتكرها عدت بن شرقي دي كانت ممكن تسمر عن هدف واضح. تخلى نادي الزمالك عن اي شكل من الشكل اللي هو يخليك الاستحواذ ليك سهل. وبقى هو المبادر وبقى هو اللي عنده المجازفه دايما. وانت لعبتك اعتقد ان كانوا بيحاولوا يحافظوا على الهدف اللي جابوه وفي نفس الوقت يصطادوا برضو هدف التغطيه مع فرصه كبيره قوي ان مدافعين النادي الاهلي نادي الزمالك الثلاثه الونش وعبد الغني ومحمد عبد الشافي الثلاثه عاملين لك فرصه كبيره النهارده انك انت في اي وقت تقدر تزور مرمى محمد عواد. ما اعرفش حاسس النهارده لو سولية في حالته او سولية موجود على الملعب ما اعرفش سولية النهارده كره واقفه معاه او هو التركيز بعيد عنه شويه ارهاق ما مش عارف يعني. برضو عندنا كذا لعيب ايمن وقع مني في الشوط الثاني. الشوط الثاني حسيت ان نص الملعب ابتدوا هم يطلعوا من على الاطراف. عندك حمدي فتحي اصابته فتحت نص الملعب بالنسبه لهم بقى ما فيش تمركز بيستلموا سهل عندهم جرأه ما عندهمش حاجه يبكوا عليها مسكوا نص الملعب الشوط الثاني. انت بتحاول عن طريق قفشه وعن طريق الاطراف انك انت نزلت حسين الشحات عايز تستغل حسين الشحات. الحقيقه حسين الشحات حاول يلعب مع محمد شريف وحاول يصوب وحاول كل حاجه ولكن فرقه نادي الزمالك اظهرت شخصيه منها اخطاء نادي الاهلي في كره زي اللي لعبها شيكابالا دي صعب قوي في الحته دي. ما يبقاش في تغطيه كويسه ما يبقاش في تكوف عالي انك انت تمنع زي الكره دي. ما اعرفش هل الشناوي كان يقدر يطلع يشارك في كره زي دي في المنطقه دي في يعني كره كده كلها على بعضها انها تتنفذ بالشكل ده وبالحرفيه دي مكافاه لنادي الزمالك عن الكره اللي راحت. ما هو يعني هو الهدف بيجي من خطا. ما هو انا اخطا انا بقول لك الخطا انت لسه هجي لك في الخطا الثاني. لا هو في الاولاني كمان كان ممكن محمد هاني يغطي احسن منك يغطي على ربيعه والاثنين يطلعوا تكوف اكتر لان هم شايفين انه هيلعبها. وده ما انا شايف الكره هتلعب يبقى انا ابقى واقف مستعد. حكايه مش في ظهري او مبغته يعني. تاني حاجه الهدف اللي دخل فينا الثاني صناعتنا احنا كلنا كره عند الشناوي راحت لعلي معلول عايز يوقف الشكل ده هو مش واقف اصلا بزاويه تسمح له انه يوقف او يطلعها كمان او على الاقل كان راح شايطها في وشه يعني في اللي هي جايه الاتجاه اللي جاي منه الاتجاه اللي جاي منه راح مطلعها على طول. هو حب يشوفها مش شايف شيكابالا وواضح حتى وهو خارج انه ذهنيا وبدنيا تعبان يعني. ان شاء الله ما يكونش في اصابه باذن الله. الى انك عدت بعد كده بعد الهدف الثاني انت بنفس لعبك بنفس الريتم بتاعك بنفس عرضيتك بالتغييرات اللي انت عملتها. طاهر محمد طاهر اسرع الشكل اليمين مع حسين الشحات وعمل العرضيه وطلع اول كوره اعتقد لصلاح محسن حطها جول اول كوره وجات له بعد كده واحده ثانيه وكانت الهجمات رايحه جايه في الشوط الثاني كان شوط متكافئ. يمكن الشوط ده يعتبر هو ده كان لقاء القمه النهارده. هو ده اللي عمل شكل للمباراه بالنسبه للجماهير متراضيه عن الاداء في الشوط الثاني بالنسبه لنادي الزمالك وككل بالنسبه للنادي الاهلي. وكل ما هتسال حد وهو خارج من المباراه يقول لك انا كنت ممكن اكسب النهارده. الزمالك جاله كوره يقدر يخلص الماتش في الاخر او كورتين وانت جالك كورتين ثلاثه منهم واحده في اول منهم واحده بتاعت سولية لو سابها لعلي معلول لو تفتكروها معانا الكوره دي هنشوفها باذن الله وعلى رجله الشمال ويقدر يحطها.
فكان في فرص كتير قوي للفرقتين يقدروا يحددوا فيها مكسب المباراه، ولكن اعتقد انها نتيجه عادله في شكل المباراه النهارده لم يستغلها النادي الاهلي في الشوط الاول.